الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. قيل من عرف نفسه عرف ربه. فمن أنت أيها الإنسان؟ تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب ولك عمل وعندك مهمات، لكن ما حقيقتك؟ ما مرتبتك بين المخلوقات؟ لماذا خلقت؟ هذه أسئلة كبرى. نحن في معظم الأحيان نغرق في جزئيات الحياة. أكلنا وشربنا وتزوجنا وأنجبنا وزوجنا أولادنا، ثم ماذا؟ ماذا بعد الحياة؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا في القبر؟ ماذا في البرزخ؟ ماذا في الآخرة؟ هي أسئلة كلية. لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل. الذكاء متعلق بالجزئيات، فقد تحمل أعلى شهادة دكتوراه في الفيزياء النووية. ولأنك ما عرفت الله أنت لست بعاقل. الجزئيات شيء والكليات شيء. الكليات متعلقة بفلسفة وجودك، بهويتك، من أنت، لماذا أنت في الدنيا، ما الموت، ماذا بعد الموت، ما الجنة، ما النار، ما الآخرة، ما حقيقة هذا الكون، من خلقه، لماذا خلقه. فالذي يغرق في الجزئيات يغرق في شيء تافه، إذا جاء الموت أنهى الموت كل شيء. الموت ينهي الغنى والفقر، ينهي القوة والضعف، ينهي الذكاء والغباء، ينهي الوسامة والدمامة. الموت ينهي كل شيء. ما الذي يبقى بعد الموت؟ هذا هو العقل، أن تعمل للنهاية، أن تعمل لما بعد الموت. إن الإنسان هو المخلوق الأول عند الله، لأن الله عز وجل حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال في عالم الأزل أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قال يا رب أنا لها. فلما قبل الإنسان حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض تسخير تعريف وتكريم، تعريف وتكريم. موقف المؤمن من تسخير التعريف أن يؤمن، موقف الإنسان من تسخير التكريم أن يشكر. أنت إذا آمنت بالله خالقاً ورباً ومسيراً، أسماؤه حسنى، صفاته علا، واتبعت منهجه وعبدته، تستحق الأبد، وأنت مخلوق للأبد. لست مخلوقاً لسنوات محدودة، مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت مخلوق للجنة. فالذي ظن أنه مخلوق للدنيا أكبر خاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. أن تأتي إلى الدنيا وأن تظن أن المال هو كل شيء، أو أن الشهوة هي كل شيء، أو أن المكانة هي كل شيء، وتغادر هذه الدنيا وغفلت عن سر وجودك وغاية وجودك. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الإنسان هو المخلوق الأول من بين جميع المخلوقات. والدليل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية على الإطلاق فوق الملائكة. إن الذين كفروا في آخر الآية أولئك هم شر البرية، بين أن تكون فوق الملائكة وبين أن تكون دون الحيوان. أن تعرف الله، أنت بالإيمان حي،
من دون الإيمان ميت، أموات غير أحياء. وليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أيها الإخوة الكرام، الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فإذا غذيت عقلك بالعلم، بحثت عن الحقيقة، بحثت عن كليات الحياة، بحثت عن سر وجودك، عن غاية وجودك، عن علة وجودك، بحثت عن مصيرك، بحثت عن ما بعد الموت، بحثت عن الجنة والنار، حققت الهدف من وجودك. فإذا غفلت عن هذه الأشياء وقعت في شر كبير. الآية الدقيقة جدا، والعصر. أنت عقل يدرك، غذاؤه العلم، وقلب يحب، غذاؤه الحب، وجسم يتحرك، غذاؤه الطعام والشراب. وأنت في الأدق الأدق بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك. أنت إذن زمن، أنت زمن، ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن، فقال لك والعصر. العصر مطلق الزمن. إن الإنسان لفي خسر. إله يقسم لك أيها الإنسان، وفي جواب القسم شيء ينخلع له القلب. إله والعصر. إن الإنسان لفي خسر. ما معنى لفي خسر؟ لأن مضي الوقت وحده يستهلكك فقط. قبل أن تقول مؤمن وغير مؤمن، مضي الوقت وحده، أول عقد 10 سنوات، ثاني عقد، الثالث، الرابع، الأوج، الخامس في متاعب صحية، السادس متاعب أكثر، بعدين تأتي النعوة، معترك المنايا بين 60 و70، في موت. هذا الموت ماذا أعددنا له؟ هنا الذكاء. ليس الذكاء في جمع الأموال، الأموال تنتهي مع وقف دقات القلب، تنتهي الملكية، الأراضي والعمارات والشركات والمكان الاجتماعية والمناصب، كل هذا منوط بضربات القلب. توقف القلب انتهى كل شيء. وكأن الإنسان في خط بياني صاعد، نما، دخل مدرسة، تخرج، نال ليسانس، توظف، تزوج، أنجب، خط صاعد، يأتي الموت يرجعه إلى الصفر. كل شيء جمعه ب80 سنة يخسره في ثانية واحدة مع وقف ضربات القلب. إلا المؤمن، خط البياني صاعد بعد الموت، والصعود مستمر، بل إن موت المؤمن نقطة على خطه البياني الصاعد. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. تمتع بالدنيا بنعمة، بصحة طيبة، وأهل أطهار، وأولاد نجباء، مكانة اجتماعية، جاء ملك الموت إلى الجنة. اجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. والآية تقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إله، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. الجنة في الدنيا كما قال بعض العلماء هي جنة القرب. أحد كبار العلماء يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. لمجرد أن تعرف الله أنت أسعد الناس، حياً وميتاً، غنياً وفقيراً، قوياً وضعيفاً، صحيحاً ومريضاً.